Oui. C'est Didier. Voilà lui. Alhamdulillah, la salamtak, ya walid. دياب الف حمد لله على السلامه يا سيدي. الف حمد لله على السلامه. ازيك يا واد؟ بخير طول ما انت بخير يا سيدي. طاهر مالك مسهم كده ليه؟ لا ده انا فرحان، ده انا الفرحه مش سيعاني ان انت طلعت لنا بالسلامه وخدت البراءه. حمد لله على السلامه يا سيدي. دياب احنا هربناه من السجن والسر ده لازم يفضل بيناتنا احنا الثلاثه، ولو طلع يبقى حد فيك اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجه؟ ده احنا الفرحه مش سيعانه، ده انا مش عارف اعمل ايه والله يا سيدي. دي لو ما شالتكش الارض نشيلك فوق راسنا. تشكر يا طاهر تشكر. عاوز اتحدث مع ولدي احنا لوحدينا. امرك يا كبير. طب احنا برا لو احتجتوا اي حاجه اندهولنا. استنوا شويه، المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقه، تشتروا خلقات جديدة وتعودوا تاني. أوامرك يا سيدي الله. يلا يا توحشتك يا ويا دياب. ده انت روحي، انت عناي اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هو بناحيتك تاني لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قول لي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زانين. زانين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي الصبر، الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزه. وليهم دارين وصل البحر دي يا ابوي؟ اصل الميه دي على الحدود، ولو حصل شيء تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر. وجيب لك معاي الباسبورتو بتاع جنوب افريقيا. الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين ملهمش تالت. أول هام مين الخاين اللي دخل الحكومة وسطينا وبلغهم بميعاد العملية. تاني هام ناخدوا طار أخوك جابر. دلوقتي احنا اطمنا عليك، لازم نطمنوا على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ أيوه. هو اسمه ايه يا أبوي؟ اسمه حسام الهلالي. الواد احمد صاحبي ده واد جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقال قوي يا حسام. اسمعت ايه؟ يا بنتي مش سامع حاجه. تستهبل؟ حلف. رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي يا ما أنت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. حمام حمام يا بحر. بس بكرة هاجي حاجة. لا 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 لا، أنت تيجي هنا تعالي كده، اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش في أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة. عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما أنت كريم يا رب. اوعي تلعبي في اي حاجه يا ابو سلمى. الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان انت هادي انا هاخدها الكبنيه دي. ادي منين بقى؟ جبنه عيش فاكهه في حلاوه حمايه كمان. عشان انت هادي انا هاخدها الكبنيه دي وتلسعها على الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. والله هتبقى اب يا حسام، ده امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك. مع ألف سلامة. ماما. إيه يا حماد؟ باركيلي. أبارك لك على إيه؟ سيادة اللواء حماية نقلني مع حسام أخويا الإدارة. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك.
ألف مبروك. ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده أنا هكلمه حالا أبشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض أبداً. إيه عشان البوتاسيوم ده بوتاسيوم صح؟ ده ده أكيد بيعمل حاجة التفاح، أكيد بيعمل حاجة. يا محمد ده وقتك. ألو؟ أه يا محمد. خير إن شاء الله. ما تحذر فذر كده، أنا عاوزك في إيه؟ يا سيدي وده وقته، قول لي أنت في إيه؟ سيادة اللواء هاني، نقلني معاك الإدارة. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. ألف مبروك يا حضرة الظابط، بسم الله ما شاء الله. ده أنت جيت تحت درسي. 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعة. وأنا تحت أمر تدوير مكتب سعادتك. أما أنا عارف إنك تحت أمري، غصب عنك تحت أمري. أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا حاجة. بص لإيدين أمك بس وقول لها تتعلم. خد بالك منها لغاية ما أرجع ياض. إيه يا عم أنت مالك مستعجل كده ليه؟ بقول لك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما أجيلك. سلام. علشان أنت يا هادي أنا هاخدك النادي، علشان أنت يا هادي أنا هاخد دي بدلها. كيوي أكيد برضه ليه لازمة. يلا. سلمى بص بقى بجد. حسام ايه ده؟ سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا بكلمك هديتك يا عريق. سلمى خير يا محمد. مين؟ انا اللواء رفعت. تحت امر سعادتك يا باشا. تعالى لي المكتب حالا، انا عايزك في حاجه مهمه. مسافه السكه سعادتك. سلام. في رعايه الله يا باشا. خير. امر ادخل. ادخل. خير يا فندم. في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حكايه قلقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المقدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب وحسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت. شد حيلك يا محمد. المدام جت لنا خلصانة، ما لحقناش نعملها حاجة وماتت هي والجنين اللي بطنها. هي كانت حامل؟ وضعه سيء، أنقذه في الوقت المناسب.
الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا ابني، لازم يكون في امل. ادعي له ادعي له. الحمد لله على السلامة محمد بيه. الله يسلمك. أنا رقيب إيهاب هيبة من غفر السواحل. إيه اللي حصل؟ في الحقيقة إحنا جات لنا إشارة استغاثة من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال جي بي إس. محمد، حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي. سلمى فين؟ انطق. شقتنا الجديدة شكلها وشها هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا حبيبتي ماليش نفس. ليه مالك؟ أنا جيت بس عشان أقول لك حضري لي شنطة عشان لازم أمشي على طول. حضر لك شنطة، أنت رايح فين؟ مفيش يا حبيبتي. أصل إيه يا معتز، في إيه؟ حسام وسلمى مالهم؟ ناس طلعوا عليهم هما في الغردقة أو ضربوهم. طب حصل لهم إيه؟ حسام في العناية المركزة. وصلنا تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حسام. حسام في حبيبي يا حسام، انت فوقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد علي يا حسام، رد علي يا حبيبي. حسام رد يا حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجة. استنى علي شوية، استنى علي شوية حبيب قلبي. الحمد لله يا رب حبيبي حبيبي قبل ايه. الحمد لله سلامتك يا حبيبي. ألف سلامة. حبيبتي يا ماما اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصمتان. طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت إيه يا حبيبتي اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله.
قصدك ايه يا عصمت هاني؟ قصدي انت عارفه كويس قوي ده اسلوب تكلميني بيه وانا جايه اعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عاوزه ايه بدل ما انت عماله تلف وتدوري في الكلام. عايزه اقول ان ابنك سياده المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام؟ وفي غيره. كان وشه أزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت. يا طنط يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر واللي حصل لحسام ما كانش شويه. ما تقلقيش بكره يقوم لكم زي الجن. لا انت زودتيها قوي يا عصمت هاني. بس انا عارفه ان الضنا غالي وعشان كده هقدر موقفك. عن اذنكم. ثواني يا طنط هاجي اوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك انا نازله لوحدي. حقك عليا يا ماما. ولا يهمك حبيبتي. عشان اسفه. ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخره. انا داخله اوضتي. الحمد لله على السلامه يا حسام، نورت بيتك. يا حسام بقول لك نورت بيتك. توحد الله كده. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا عارف ان الصدمه كانت شديده بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله. نعم بالله. بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسام. سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما تجننش هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تنده اللي جوه. روح انت عشان ندخل لها. سام اديني جيت البيت يا ست. انت فين بقى؟ فين؟ سبتيني لوحدي ومشيتي؟ كده سلمى؟ وانت عليكي؟ بس مش انت اللي غلطان. انا اللي معرفتش اعمل لك حاجه. والله العلي العظيم غصب عني غصب عني غصب عني يا سلمى. والله والله غصب عني يا حبيبتي. غصب عني غصب عني غصب عني يا سلمى. السلام عليكم يا فندم. انت من امتى بتدخل؟
المؤاخذة يا باشا. وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ أبدا يا باشا. كل ما هنالك إن أنا ضابط شرطة مرقته اتدبحت قدام عينيه ووقف زيل معرفش يعمل حاجة. أدي كل الحكاية. أسامة أنا مقدر موقفك وفعلا عايز أساعدك. لو ساعدتك عايز تساعدني يبقى تستعجل إذن النيابة وتؤمر معاليك باقتحام الأماكن دي. إيه الأماكن دي؟ دي الأماكن اللي احتمال يبقى مستخبي فيها دياب ابن منصور البطاش. عملت تحريات على الأماكن دي قبل ما اقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا أنا متأكد من اللي بقوله. متأكد؟ ده كلام يا حسام. أنت عارف إن إحنا بنشتغل بالطريقة دي؟ يا فندم أنا مش ضابط شرطة بيجيب حق دولة. أنا بني آدم مدبوح، مدبوح يا باشا، وجرحي بينزف، ومش هيهدى لي بال غير لما آخد حق مراتي من اللي ذبحوها بسكينة تلمة قدام عيني. حسام روح دلوقتي وهدى اعصابك وسيبنا نشوف شغلنا. مش هرتاح يا فندم ولا هيهدى لي بال غير لما اخد حقي، ولو ما خدتوش بالقانون سامحني هاخده بايدي. حسام ما تنساش انك ضابط شرطه والمفروض تحافظ على القانون مش تكسره. والعداله البطيئه ظلم، العداله البطيئه ظلم، وربنا ما يرضاش بكده. ومش هستنى لما تجيبوا لي حقي ده، لو عرفتوا تجيبوه يا باشا. انا مش هحاسبك دلوقتي لاني مشفق عليك. انا مش عايز حد يشفق عليا ولا عايز اصعب على حد ولا حد يعطف عليا. انا عايز حق مراتي يا فندم، والا قسما بالله هاخده بايدي. حسام انا بعاملك لغايه دلوقتي كابني، ارجوك ما تضطرنيش ان انا عاملك رسمي. حاضر فندم. سياده المقدم ما تنساش انك بتكلم لواء. وسعادتك ما تنساش انك بتكلم بني ادم. تمام سعادتك.